على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدينا شوف تي في، أينما كنتم داخل وخارج الوطن أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر دائما من أقدم سويقة كاينة بمدينة الدار البيضاء، بالضبط منطقة درب السلطان. السويقة اللي كيف ما عرفتوا بأنها كتكون عامرة يوم السبت ويوم الأربعاء دائما بعد منتصف الليل. هذا هادشي علاش سمات سويقه ديال الظلمه، ماشي هي سوق الظلمه، المهم سويقه ديال الظلمه كتعمر جوج ديال المرات في الاسبوع. فالان جينا عند احد الباعه بالجمله، اللي هو واحد الشاب اللي من ذوي الهمم. الشاب يعني صراحه كنحييه على هاد المثابره ديالو وهاد العمل ديالو. جينا من اجل اننا نعرفوه مع اقتراب عيد الفطر، اكيد الهم اللي كيكون عند المغاربه مساكن والدخول المدرسي، عيد الاضحى، عيد رمضان، عيد الفطر. اذا حاولنا اننا هاد العيد الفطر هذا نجو عند هاد الناس هادو ونعرفوا هاد الملابس واش كاين شي زياده بالمقارنه مع مع السنه الفارطه، ام ان الامور عاديه. هادشي كله غادي نعرفوه مع الشاب حمزه. كنتمنى انكم تبقاو معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مع داك اخي اول حاجة باش نطول صالح هذيك حقك اول حاجة غادي نسولوك، غادي نقول بعدا مبروك عليك هذا العيد هذا. علينا وعليك الاخ. واحترمنا الرغبة ديالك لان ما بغيتيش تبين وجهك، هذاك الشيء كيبقى قرار ديالك كنحترموه. الله يحفظك. المهم حنا اللي بغينا نعرفو اول حاجة المغاربة بغاو يعرفوها هاد السويقة هادي، شنو السر ديال انك تعمر مثلا فقط الاربعاء والسبت؟ الاربعاء والسبت دائما بالليل. دائما بالليل كيجيو الخياطة كيجيو الخياطة بالليل، وكيجيو الناس من المدن، من المدن البعيدة تا هما كيتقداو الجملة وكيمشيو تا هما يبدلوا البيع، كيدو هنايا سلعة خيسة فهمتي بالجملة وكيدو تا هما كيسقطوا هذاك الشيء الاربعاء والسبت ديما. يعني دابا واش كيجيو عندكم الناس من خارج مدينة الدار البيضاء او لا فقط الناس المناطق ديال المدينه؟ لا من خارج الدار البيضاء، من جميع المدن كيجيو هنا باش كياخذوا السلعه بالجمله. بالجمله السلعه بالجمله. اييه واخا. بحال مثلا دابا عطينا مثلا فكره مثلا على هاد مثلا، عطيني دابا فكره مثلا دابا هاد الاقمصه دابا هادو هادو ديال الدريات. جلابه هادي. جلابه. اييه هادي جلابيه. واخا هاد الجلابيه مثلا شحال ديالها تقريبا؟ هذيك دايره 70 درهم جمله، فيها من جوج 14. هي هادي اييه هادي خويا. هي هادي اللي كنشوفو فيها الان. هي 70 درهم. 70 درهم. دابا شحال تقريبا يعني هذا المثل اللي كيبغي ياخذ خصو ياخذ السيري فيه من جوج 14. السيري شحال فيه تقريبا؟ فيه 7 بياسات. 7 بياسات 70 درهم الجمله. اييه. واخا. ومثلا هذه مثلا هذيك موديل اخر 60 درهم شو هو هذا؟ هذا 60 درهم. فيه من جوج 14 هو. هو هذا؟ اييه. هذا شحال فيه شحال فيه شحال في السيري؟ تا هو فيه 7 بياسات. 7 بياسات. قلت لي دير 60 درهم. 60 درهم. واخا. وهذا هذاك الموديل ديال 55 درهم، عام عامين ثلاثه. صافي طولات. فيها من فيها عام عامين 4 6 8 10 12 14 كله الثمن ديال. واخا. هذه مثلا السيري شحال فيها هذه؟ فيها عام عامين ثلاثه دايره 11 مين. 55 درهم. 55 درهم وطالعه 100 درهم. 55 4 6 8 60 و 10 12 14 65 16 18 يعني 70. ديما الفرق ديال 100 درهم. ديال 100 درهم. ديما الفرق ديال 100 درهم. اييه الاخ. واخا. وهذه هذيك الاخ دايره 40 درهم، فيها من 4 14 طياش كاملين بحال بحال. 40 درهم. العنوان ديال المحل حمزه. العنوان ديال المحل غنعطيهم العنوان ديال المحل وغنعطيهم النيميل ونعم اسيدي وكل شيء. نكملوا بعد هاد الفقره. قول لي دابا هذه قلت لي شحال ديال 40 درهم؟ 40 درهم طياش كاملين. طياش كاملين. اييه. هذه شحال فيها في السيري؟ هذه شي فيها 6 بياسات. 6. اييه. فيها 4 6 8 10 12 14. يعني ب 40 درهم. 40 درهم شامان واحد. السيري قلت لي فيه 6. 6 بياسات. يعني خاصك تاخذ 6 بياسات. هذه اقل حاجه اللي لا بغيت تاخذ تاخذ سيري، لا بغيت تاخذ اكثر كنبيعو اكثر فهمتي؟ اذا خاص المهم لا المهم خص السيري والفوق. السيري والفوق. تهضر معايا على السيري والفوق. اييه. السيري والفوق كيطلع ب 40 درهم. اييه. 40 درهم. واخا. وهذه مثلا هذيك خويا دايره 55 درهم طياش كاملين، فيها من العام 14. من العام 14. اييه. ها
هادي شي بحال كطلعت هي تقريبا 55 طاياش كاملين سيري فيه 9 بياسات 55 هاكا هادو ديال الدري كبار شويه هادو واقيلا لا هادوك سلاول خويا دايرين 50 درهم هادو هادو كبار واحد ولا السيري تاعو شوف لي السيد هو دو معاه الواحد هذاك ولا السيري دو مع السي عبد الكريم دو مع السي لاباس الرجال سيدي خاصك شي حاجه مرحبا سيدي في سوق الدلمة هذا قلت لي السيري هذا السروال 50 درهم الواحد بياسه البياسه لا حيت هما كيقولوا السيري دابا لا السيري الصغير اما الكبير بياسه اذا الكبير بياسه بياسه في لي طاي ولا كاين بياسه 50 درهم 50 يعني هذا من واش الثوب ديالهم مزيان يعني كاليتي مليحه مزيان مزيانه واش كيكون اقبال دابا على هاد الملابس دابا اخو هذا واش القضيه ناقصه مع الازمه الناس مقصحه حتى كتشوف السوق خاوي والله يدير الخير لا الحمد لله لا مزيان شوف لا مزيان دابا راه مزيان العكس انت راه دابا انت راه قال لك الانسان اللي كيعطي الخو باش المعلومه راه بالعكس دابا غير الناس هما باش يعرفوا واش كاين اثمنه في متناول ديال المواطن يعني متناول السلعه موجوده يعني السلعه موجوده غير كيما قلتي الشراي اللي ما كاينش الشراي اللي شويه غني هادو دابا قلتي 50 درهم هادو حتى هما واش نفس الثمن هادو نفس الثمن موديلات مخلطين و وهاد الشورطات هادو الشورط 25 درهم الثمن طيح السلعه مليحه 25 درهم 25 درهم ثمن الواحد بياسه بياسه اذا انا واقيلا غنخدم عليك شي واحد واقيلا مرحبا كلشي ديالك كواليتي مزيانه مليحه سبور شد لي شد لي سبور داكشي كواليتي مزيانه صراحه كاليتي يعني كنشوف كاليتي مزيانه ما شاء الله دابا هذه 25 درهم 25 درهم علي ما بغاش يلبس قول لي علي ما بغاش يلبس واخا الناس مقصحه مع المعيشه اما هادشي خضره فوق الطعام هاد الجاكيطات هادو مليحه شي حاجه زوينه هذيك الجاكيطات هادو ديك 70 درهم 70 درهم 70 درهم الله يوفقك خويا بارك الله عليك الله يوفقك خوتي المغاربه اللي ما بغاش يلبس انتم سمعتوا السيد ما شاء الله هادو 70 درهم جاكيطات ب 70 درهم هادو جاكيطات ب 70 درهم ها هما جاكيطات هادو ها هما ب 70 درهم هاي جاكيطه ب 70 درهم هاي جاكيطه ب 70 درهم ها شوف هذه البياسه ياك خويا العزيز هذا هو بحال بحال تا بحال بحال هادو ياك اذا انت هادي ب 70 درهم ما شاء الله هادي هاي هادي ب 70 درهم شوف هادي ب 70 درهم الجاكيطه هادي انت الله يرضيك المحليه هادي باش تشوفوا المواطن هادي المحليه هادي ب 70 درهم محليه شوف ما شاء الله شوف هاي 70 درهم هادي البياسه ب 70 درهم ما الناس قال فين كاين هاد السوق هاد السوق اخويا كاين هنا في منطقة ديال درب السلطان في شارع محمد السادس، شارع محمد السادس هذه سويقة كتعمر فقط الأربعاء والسبت. الأربعاء والسبت كتعمر هذه السويقة هذه وما شاء الله لاحظوا معايا يعني كنتكلموا شوفوا لي هاد شوفوا لي هاد هانتوما شوفوا لي هاد الجاكيطة كيفاش دايرة هانتوما الدروي واش راه ما شاء الله هانتو ما ترويش هذا شحال من عام هادو تقريبا 10 سنين 12 عام 14 عام يعني لبسوا 10 سنين 12 عام 14 عام حاجه هوش كامل ما شاء الله راه شتها كتبان لي هاي راه شتها ما شاء الله هادو تيشورتات تا هما 25 درهم تيشورتات ب 25 درهم كاين بودي شاوة كاين سروال هذا سروال 50 درهم هو شوفوا يعني غتاخذ هذه ب 70 درهم وغتاخذ هذا ب 50 درهم وغتاخذ هذا ب 25 درهم انت مكسب شحال غتولي لابس هي 25 على 50 شحال ولات 75 على 70 يعني واحد 150 درهم 150 درهم 150 درهم 150 درهم لابس لابس لبسه ولكن راه ثمن الجمل عاوتاني غيزيد لا هذا لا هذا قال لي لا هذا الهضره اللي قال لي الاخر قال لي البياسه شي قلت لي الجمله يعني جماله ماشي حيت دابا هذا السوق اللي كيكون بالليل كيكون الجمله يعني الصباح من ورا 8 ديال الصباح كنتحولوا للجهه الاخرى ديك الساعه كيولي السقيط البياسه كتولي واخا دابا بحال كتسقط دابا الناس
شحال كتسقط مثلا بالنهار؟ كتزيد 100 درهم في البياسه تقريبا ماشي العيب. يعني نقولوا مثلا غير 80 درهم تقدر هذيك تبقى 50 55 هذه تقدر 30 درهم. عارف كيقول لك عاصمه الاقتصاديه هي الدار البيضاء، ولكن راه هذه البلاصه هي الاقتصاد ديال الدار البيضاء هي. راه هذه اللي بغيت نقول لك دابا، علاش دابا علاش حنا ركزنا على هذه السويقه؟ لانه راه غريب انك مثلا يعني تلقى هاد الاثمنه هادو، راه غريب انك تلقى بحال هاد الاثمنه. راه غريب فري، ولكن دابا المصيبه اللي كاينه ما عرفناش دابا ملي غيدوز الترام واش غادي تبقى هاد السويقه ولا غي ولا غتعدم، ما عرفناش. لا شوف غير هاد الحديث على شوف هذه سويقه قديمه عبس عبس. راه فري ولكن راه حتى البرنوسي كان قديم والحي محمدي شي كانت قديمه وحيدوه. اسمعني نقول لك دابا حنا دابا بالنسبه هذه سويقه قديمه عرفتي شحال؟ راه ازيد من 50 سنه وهي كاينه في السوق. ازيد من فريق. فهمتي شنو نقول لك انا؟ صح. واكيد شوف. ولكن راه هز قومان ديال البشر. راه هذه اللي بغيت نقول لك شوف يعني. دابا خصك تعرف واحد القضيه، دابا دابا صحاب المعامل اللي كيخيطوا هنا في كازا هما اللي كيجيو دابا بالليل هنا كيبيعوا الجمله. فهمتي ولا لا؟ كاين المعامل اللي كيدفعوا للحوانت وفي نفس الوقت كيجيو يفرشوا هنا. يعني قول لي صاحب معامل مثلا من اللي يعني دابا هذا راه عنده معمل، الاخر عنده معمل، الاخر عنده معمل. فهمت يعني كيبيعوا بداك الاثمنه مثلا كيخيط راسو كيجيبوا كيمشي ياخذ هذا الثوب وكيخيط راسو. كيخيط راسو هادشي اللي كيخلي هاد الاثمنه كتكون مثلا في المتناول. في المتناول ولكن هاد بالمقارنه تقريبا كيجي كيتقدم. ولكن بالمقارنه مع ديك السنه غادي بغيت نعرف انا بالمقارنه الاثمنه اللي كاينه الان بالمقارنه مع ذاك العام كاين شويه ارتفاع ياك شحال تقريبا ديال الفرق اللي كان ما بين ذاك العام وهذا العام؟ كل بياسه وشحال مثلا ما بين 5 دراهم 6 دراهم بحال هكا هذا هو الفرق اللي كاين. وتال المشترى ما كاينش ما كاينش بحال العام اللي فات ما كاينش اقبال. ما كاينش اقبال حتى بنادم يلاه مضارب مع بطاطا مع الله العادي يلاه مضارب مع بطاطا الله يلاه مع الخضره بالله. شوف دابا اللي كان باغي يشري اللي كان باغي يشري ثلاثه البياسات كيصدق شاري جوج بياسات وبياسه كيزيدها في البطاطا. الله يحسن العوان. ايوا هذا ما كان. كنتمنى لكم التوفيق خويا عزيز. الله يوفقكم الله يوفقكم. رمضان كريم للجميع. مرحبا مرحبا ومرحبا بكم. مرحبا خويا عزيز. مرحبا مرحبا. اذا كما سمعتم انا كنشكروا هاد الشباب هادو ما شاء الله اللي كيبيعوا هنا في هاد السويقه هادي. كلشي كاين كلشي كاين. الناس كتسول واش كاين حوايج العيالات. كلشي كاين. الناس كتسول كتقول واش كاين حوايج العيالات. كلشي كاين. شي هنا بالنسبه لهاد هاد السويقه. هاد السويقه هاد السويقه راه فيها كلشي. كلشي 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 كاين هنا. كلشي راه كنذكروا بانه كلشي كاين هنا. يعني ما شاء الله. مرحبا مرحبا انا جاي عندك اخويا. مرحبا. الله يودي الله. غنشوفوا واحد واحد السيد اخر. مرحبا ندوز عندك نشوفوا هاد الناس هادو. مرحبا. سمحي لي. السلام عليكم. هادو هادو اللي بصخور عاوتاني. قول لي يا خويا هاد اعطيني اخويا الثمينه هنا نشوفوا شنو كاين هنا. خويا شنو نقول لك؟ شد اخويا شد. بسم الله. السلام عليكم. تحية ليكم علينا وعليك وعلى جميع المغاربة المسلمين. دابا هاد الأثمنة اللي كاينة هنا في هاد معايا هاد اللي معايا هنا دابا الجملة هادا داير 40 درهم. 40 درهم؟ 40 درهم. اللي بغى فيه شي حاجة كثيرة كنخليه لي ب 35 درهم كاع. يعني مثلا شحال الحاجة كثيرة مثلا شحال تقريبا؟ شي 100 بياسة 70 بياسة المهم راك عارف شي حاجة جملة وصافي. ضروري حيت الكون كتلعب حتى على الكونتيجي حيت الجمل كم كيكون مثلا الثمن ناقص. حتى دابا فهمت الثمن ناقص. دابا هذا مول مثلا هذا الجمله دابا 40 درهم. 40 درهم فيه من فيه حتى 18 فهمتي فيه من 2 4 6 وغادا طالع. فيه دابا هذا شحال في السيري تقريبا دابا كيكون دابا عندنا بنات فيهم ست الوان فهمتي ست ست البياسات. وكاين هذا ديال الدراري فيه 9. يعني السيري ديال الولاد فيه 9 والسيري ديال البنات. حيتاش ما لقيناش الثوب اللي اللي يكملوا به. فهمتي. اذا دابا بحال قول لي مثلا الولاد السيري فيه 9 كيتقام 40 درهم. 40 درهم. قلتي العمر ما بين حتى ل 18 كيكون كيكون داك الشيء بغادي بالتدريج كيكون سيري فهمتي. عندك بحال هكا انت كيكون سيري ها هو. فيه من 18 كتلقى هنا 16 14 12 وغادي هابط حتى للجوج فهمتي. يعني يعني كيبقى جاي من 18 عام وانت هابط. كيهبط حتى للتحت. كيطلع دابا هذا ب 40 درهم. ب 40 درهم. ب 40 درهم ما شاء الله.
يعني نفس الثمن اللي كاين عند الزريه شحال نفس الثمن؟ تقريبا بحال هاد السلعه دابا الا شفتي هاد السلعه وهاد السلعه ما كاينش فرق ياك، هادي دابا كاين هادي ب 1000 ريال وهاديك 70 درهم ياك. ولكن راه كاين فرق في الثوب واخا ما يبانش لك انت. لا كومبلي كتهضر ديالك كومبلي الفوق والتحت. الفوق والتحت. دابا هادي شحال ديالها؟ 70 درهم. دابا هادي 70 درهم ولكن في هاد الموديل هذا دايره 50 درهم. 70 درهم واش كتهضر لي على السيريات هادي؟ السيريات هي السيريات هي كتكون يعني سيريا شايفها من الجوج حتى ل 14. العمر القليل شحال تقريبا هذه؟ تي من الجوج حتى 14. من عامين حتى 14. 70 درهم. 70 درهم. الثوب ديالها ما شاء الله داك الثوب. شوف راهي محلوله. سرح هذيك البياسة سرح. الثوب مزيان ما شاء الله. ليكرا ديال تركيا. اي ليكرا. هادي ليكرا اللي كراو اللي شراو اللي باع وكل شيء. شوف هادي هاد الاثمنه هادي وكتقول لي ما كاينش الشاري يعني اثمنه في المتناول. دابا فهمني دابا هنا كيجيو تقداو صحاب المحلات اللي كيجي من سيدي بنور اللي من جديده اللي من كل واحد من كيجي فهمتي صحاب المحلات كيجيو تقداو من هنا. الناس اللي بالدار البيضاء هنا ولا الناس اللي خارج الدار البيضاء لا حيت دابا نفهمك دابا هاد الشاري هذا دابا تلقى فيها الجماله كلشي كيبيع الجمله وكلشي باغي يشري الجمله حيت دابا الثلاثه ديال الليل بنادم كيقلب على الجمله. دابا مع 8 الصباح 9 الصباح كنمشيو للجاله الاخرى ديك الساعه اللي كيبدا التسقيط يعني كتبيع بياسه. كتزيد شويه وكتبيع بياسه. انا مثلا هاد الليل مثلا الاقبال واش كيكون من طرف الناس؟ ما كاينش كما كان العام اللي فات دابا فهمني. دابا كاين فرق واش فهمتي ولا لا؟ تاش العواشر ديال العام اللي فات راه دابا راك نفضتي ومشيتي في حالاتك. يعني هاد الوقيته راه بعتي وشريت. راك بعتي وشريت. اذا هاد العام كاين اجمل. كاين شويه ما كاينش اقبال. ما كاينش اقبال كما كان. تاش دابا بنادم كان اللي كان كيشري ثلاثه ولا اربعه البياسات لولده راه ولا كيشريها وحده ولا جوج فهمتي. كاين اللي ولا كيسمح في راسه ويكسي ولاده وصافي. كاين زيد البطاطا وزيد المعطيشه طوميطو واش غدير؟ صح. ايوا دما كان اخويا. كنتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك الله يجيب شي مليار وصافي. سمشوا لاربعه. سمشوا لاربعه راه نفس الهيش وصافي. واللي جاي يدي معاه يعاود. واليامات الاخرى المعمل بنادم كيخيط وصافي. سؤال غنسولك الاخر. مرحبا. بالمقارنه كما غنعاودوا مع السنه اللي فاتت كاين ارتفاع في الاسعار تقريبا. كاين ارتفاع. ديال الثوب واش كاين ارتفاع في الثوب؟ كاين ارتفاع حتى مثلا الخياطه اللي كان كيخيط لك بواحد الثمن ما بقاش هو كيقدو حتى خاصك تزيد فهمتي ولا لا؟ يعني كتزيد راه حتى الخياط اللي كيخيط. زيد الفلوس. يعني ولا واحد 5 درهم زيادة تقريبا ديال تقريبا بحال قلتي الدرهم طاح شوية في النسبة في القيمة ديالو راه تضخم وصافي. فهمت بحال التضخم. كنتمنى لكم التوفيق. الله يحفظك اخويا. الله يكبر بك اسيدي. الله يحفظك. شكرا لكم على الكلمة. شكرا لكم. إذا كيف مشوا معنا مشاهدينا أوفياء مشاهدين شوف تيفي هاد السويقة. راه ما شاء الله أنتم راه شوف راه شوف راه ما شاء الله راه الثلاثة ديال الليل اللهم بارك راه الناس كتسحر هنايا ما شاء الله اللهم بارك. هذا هو الجميل في هذه السويقة هذه هو أنه الناس ما شاء الله اللهم بارك الله يسهل لهاد الناس هذو. ولكن كنعاودوا نذكروا بأن هاد الناس راه قال لك إقبال ما كاينش لأنه المواطن المسكين متضرر رغم أن هاد الأثمنة اللي كنسمعوا ورغم ذلك راه الناس ما واصلاتش مساكن باش تاخذ اللي كان كياخذ 10 ولا كياخذ غير 5 أو 6 ويعني كاين اكراه بالنسبه للمواطن وكنتمنى الله عز وجل انه يلطف بالجميع. اذا ما بقى الا نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. مصطفى القرناوي من هنا من اقدم سويقه بدرب السلطان بمدينه الدار البيضاء يحييكم الى اللقاء.